أن تدعو لأخيك أن يدعو لك، هذا جائز. تقول ادعو الله لي، هذا جائز، لكن هل هو مستحب؟ الأفضل لا، لا تنتظر الناس أن يدعو لك، اجعل ثقتك بالله عز وجل وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يكون عندك إيمان ويقين بأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكن بحيث من باب الجواز يجوز، لا سيما إذا كان إنسان يلتمس فيه الخير، صاحب دعوة، صاحب استقامة، صاحب عقيدة وتوحيد، فالناس تحسن به الظن لعل الله أن يستجيب له. كما كان الصحابة بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله لي، امرأة سوداء كانت تصرع وتتكشف، قالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت وإن شئت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت إذن أصبر لكن ادعو الله لا أتكشف، فبقيت تصرع ولا تتكشف. وكان بعض الصحابة يقول من أراد أن ينظر لامرأة من أهل الجنة فلينظر لهذه. وعكاشة بن محصن مشهور حديثه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أو قال اللهم اجعله منهم. وجاء أبو هريرة وقال يا رسول الله ادعو الله لوالدتي أو لأمي، فدعا لها فهداها الله عز وجل. وأويس القرني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه فليسأله أن يدعو الله له، فإنه له أم بار بها، هو بار بها من شدة بر بأمه كان يستجاب له. وكان عمر رضي الله عنه يسأل عن أمداد يأتون من اليمن، أفيكم أويس القرني؟ والحديث في صحيح مسلم القصة، فهذا جائز. شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول رحمه الله؟ عنده فقه عجيب، يقول لا بأس أن تسأل أخاك أن يدعو لك بنية إيش؟ النفلة، في نيتك أن تنفعه. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك مثله. فهذه من مضان استجابة الدعاء، أن الذي يدعو لأخيه الغيب ويؤمل الملك على دعائه ويكتب له بمثل ما دعا لأخيه، فحتى تنفع أخاك بهذه النية تقول ادعو الله لي بالمغفرة بالتوفيق بالجنة بالنجاة من النار. فإذا دعا الأخ لأخيه بظهر الغيب حيث لا يسمعه ولا يعلم عنه، ربما يدعوه ساجد، فالملك الموكل يقول آمين ولك مثله. بعض الناس يدعو لكن في الوجه، أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله، أسأل الله، يمكن بظهر الغيب ما يدعو. وبعضهم يقول إيش؟ يكتب رسالة يقول وأنا إيش؟ وأنا بجانب بيت الله الحرام تذكرتك وهذا ودعوت لك. لماذا؟ أدعو بظهر الغيب بدون لا يعلم، ما يعلم إلا الله عز وجل. المهم أن هذا جائز. إذا كان دعوة عامة لكل الناس فهذه مشروعة، فإن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول استسقي لنا، هلك المال هلك العيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم، اللهم اغثنا اللهم اغثنا. وكان عمر رضي الله عنه من تواضعه وهو أفضل من العباس يقول يا عباس قم فاستسقي لنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جائز أن تسأل مخلوقا أمامك أن يدعو الله لك. ما هو المحظور؟ أن يأتي من يسأل الأموات كما يسأل الحي الذي لا يموت، واحد ميت ربما من قرون مئات السنين يتوجه له بالدعاء ويدعونه من دون الله عز وجل، نعوذ بالله من سوء الحال، هذا من الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى.